ولنقاش ملف الأوضاع في السجون العراقية ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الألمانية برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أهلا بكم أستاذ علي. أهلا وسهلا، حياكم الله. كيف يمكن تفسير تزايد معدل الوفيات بسجون العراق؟ لا يوجد تفسير غير عملية قتل ممنهجة، عدم توقيع ما يسمى برئيس الجمهورية العراقي على قرارات الإعدام لا يعني هذا يحسب له، بل هو والكاظمي أعطوا الضوء الأخضر للميليشيات التي تسيطر على هذا السجون، الأحزاب والميليشيات التي تدير هذا السجون أعطوهم الضوء الأخضر بقتل هؤلاء المعتقلين بأسلوب آخر يضمن عدم احتلال العراق مركز متقدم بين الدول التي تنفذ عملية الإعدام. ما يجري الآن هو عملية قتل وإعدام خارج نطاق القانون لمعتقلين هم بالأساس، يعني الكل يعلم أنه تم اعتقالهم عن طريق مخبر سري أو عن طريق وشايات كاذبة أو لأسباب طائفية، أصبحت هذا أمر معلوم. هذا الأمر يعني الآن بدأ يتصاعد، وللأسف يعني لحد الآن لا نسمع كلمة واحدة من ما يسمى رئيس الحكومة العراقية أو رئيس الجمهورية كلمة واحدة بخصوص الملف المعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان، علما بأن المنظمات الدولية والمراقبين والإعلام وذوي المعتقلين وكل العالم يعلم أنه أخطر وأسوأ الملفات في العراق هو ملف حقوق الإنسان، لأنه هذا خطورة يعني ملف حقوق الإنسان في العراق تأتي من انهيار منظومة القضاء. يعني منظومة المراقبة والقضاء هذه منظومة منهارة الآن، مما جعل هذه الميليشيات والأحزاب الطائفية يعني يدها مطلقة بقتل المعتقلين. وثقت عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في العراق أسباب الوفاة في السجون العراقية بالإهمال الطبي للمعتقلين المصابين بأمراض أو التعذيب، بينما تصر الحكومة على أن الوفاة الطبيعية هي سبب وفاة كل هؤلاء المعتقلين. كيف يمكن تفسير وجهة نظر الحكومة حول هذه الوفيات وأسبابها؟ الحكومة هنا يعني ليست مصدر ثقة ولا يعني نحن كمنظمات إنسانية وحتى المنظمات الدولية الآن أصبحت لا تستمع إلى يعني آراء وتصريحات الحكومة، لأنه هذه الحكومة يعني هي متورطة. يعني أي شخص الآن يصرح بهذا الأمر حتى ممن يدعون أنهم في لجنة حقوق الإنسان، في الحقيقة أنه هذه اللجنة مكونة من أحزاب وميليشيات ينتمون لها هؤلاء. يعني لا نركن ولا نستمع إلى أي قول مما تقول الحكومة. المعتقلين في العراق يتعرضون لعملية قتل ممنهجة، ومسألة الحقن بالأدوية السامة والأبر وغيرها هذا أمر معروف. قبل ذلك الأطباء والمستشفيات والمختصين يعني الكادر الصحي المختص بالسجون يرفض توقيع أي تقرير يثبت بأن هؤلاء المعتقلين تعرضوا للتعذيب أو للإهمال الصحي، علما بأن يعني الدلائل لا تخطئها عين. يعني أي إنسان يستطيع أن يشاهد الكدمات والورم والجروح ونتيجة الإهمال الطبي، فهناك تواطؤ يعني من الكادر الطبي. أنا هنا أحب أن أقول شيء، من يتحمل مسؤولية هذا الأمر أولا اللجنة الدولية للصليب الأحمر. اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها 6 مكاتب في العراق، وتدعي بأنها تزور السجون والمعتقلين، وفي هذا الكلام ويعني مجرد وجودها في العراق الآن يعتبر تواطؤ مع الحكومة العراقية لقتل المعتقلين، وشريك تعتبر اللجنة الدولية الآن للصليب الأحمر. هذه اللجنة التي لا ننكر دورها وفضلها في العالم وفي العراق وفي كل دول العالم، الآن للأسف أصبحت متواطئة وشريك في عملية القتل في العراق. والأمر الثاني
هو مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. هذا المكتب الكبير الذي لديه مواكب سيارة ومباني وموظفين تصرف لهم أموال طائلة بالدولار، أيضا متواطئ وشريك في هذا العملية. بالحديث عن هذه الانتهاكات الإنسانية وأشرتم لموضوع الأدوية في إجابتكم، تحدث مرصد أفاد الحقوقي عن حقن المعتقلين بمواد تؤدي إلى وفاتهم بعد أيام بشهادات ذوي المعتقلين تم توثيقها. ما مدى خطورة استخدام مثل هذه الوسيلة للتخلص من المعتقلين وعدم استفادتهم من محاكمة عادلة، وكذلك الجريمة كجريمة ضد الإنسانية التي ترتكب في حق معتقل أيا كانت الجريمة التي ارتكبها؟ هذه أولا، لا يوجد معتقل في العالم وفي أي سجن في العالم لا يستحق معاملة إنسانية بغض النظر عن جريمة اللي ارتكبها. علما وأؤكد أن 99% من المعتقلين معتقلين على أسباب طائفية ووشايات كاذبة، و يعني هناك معتقلين لا توجد حتى أوراق، لا توجد يعني ليس لديهم حتى ملفات تثبت أسمائهم، وهذا العدد يعني يصل إلى آلاف من هؤلاء المعتقلين. هذه أسوأ جريمة لم ترتكب إلا في سجون النازية والهولوكوست وغيرها. هذه جريمة على المنظمات الدولية وبالتحديد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب حقوق الإنسان المعنيين بهذا الأمر. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فقط توضيح، المعروف أن تقاريرها سرية ولا تعلنها، لكن حين تعلن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقاريرها فهذه حالة نادرة وتؤدي إلى نتائج خطيرة على الحكومة ومن يدير السجون. وآن الأوان لمنظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أما تعلن حقيقة الوضع في السجون أو تعلن انسحابها من العراق. شكرا. ليس لديها خيار غير هذا. شكرا جزيلا لكم، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي، حدثنا عبر سكايب من برلين.